قال عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. يعني البخيل هو يهرب من الفقر، يريد أن يجمع المال، ولكنه عندما يكون بخيلا فيمنع الأمور عن نفسه، يعني لا يأخذ حاجته، لا يقضي حاجته، فبالرغم من أنه هارب من الفقر يريد جمع المال ويحب المال، ولكن في عمله كأنه فقير. فقال عليه السلام في هذا الكلام البليغ: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء لأنه بخيل، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموتى وهو يرى من يموت، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامري دار الفناء وتاركي دار البقاء. وقال عليه السلام: من قصر في العمل ابتلي بالهم، لا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. وقال في شأن توقي البرد في فصل الشتاء في البداية: ولا بأس بتلقيه في النهاية، في نهاية فصل الشتاء. فقال: توقوا، يعني اجتنبوا، توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق، ذلك بالقرب من فصل الربيع. وقال عليه السلام: عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك. يعني من رأى الخالق تبارك وتعالى عظيما يصغر ما دون الله تعالى مهما كان هذا الخلق. وقال عليه السلام: عندما رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يا أهل الديار الموحشة، يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق، يعني أنتم المتقدمون ونحن اللاحقون، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. وقال عليه السلام: عندما سمع رجلا يذم الدنيا: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتفتتن بها ثم تذمها؟ أتفتتن بها ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك؟ متى استهوتك؟ أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا؟ أليست هي التي صرعت آباءك وأجدادك؟ أبمصارع آبائك من البلا؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مررت بيديك؟ يعني كم عللت، حاولت أن تمرد من تحب، كم عللت بكفيك وكم مررت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، تحاول أن تأتي بالوصفة الطبية، غدات لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك، يعني خوفك لا ينفعهم، ولم تسعف فيه بطلبتك، يعني المطلوب الذي تريده لم تسعف به،
ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، يعني للآخرة، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، يعني ببعدها، بزوالها، بانت يعني انقطعت. فمن ذا يذمها للدنيا وقد آذنت يعني أعلنت ببينها ببعدها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها يعني أخبرت بفنائها أنها ذاهبة، ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، يعني بلاء الآخرة وعذاب جهنم، وشوقتهم بسرورها إلى السرور، يعني إلى سرور الجنة والآخرة، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة، يعني الدنيا تمشي بالعافية ثم فجأة تصيبك بالفجيعة، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا، وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة ندامة، يعني ذمها رجال، متى ذموها؟ عندما أصبحوا نادمين على ما فرطوا فيها. أما الذين حمدوها فهم الذين عملوا فأخذوا ثمرة أعمالهم. فذمها رجال متى؟ غداة ندامة ولا تنفع الندامة. وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم الدنيا فتذكروا، يعني وعظتهم بحوادثها كأنها حدثتهم، كأنها ذكرتهم، ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، والمال ووعظتهم فاتعظوا. والعلم وقال يزكو على الإنفاق، إن لله ملكا ينادي في كل يوم ويزداد لدو للموت، ولا ينفد مع الإنفاق، فعل أمر من الولاء. والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال واجمعوا بزوال الفناء، يعني من كان متحببا إليك بسبب الدنيا دار ممر، فإنه لا دار مقر، مع ذهاب والناس فيها رجلان، رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه العلم فأعتقها، به رجل به باع نفسه فأوبقها، في حياته يعني باع نفسه وجميل الحرام وللهوى فأهلكها، أوبقها يعني أهلكها، الجميل، ورجل ابتاع نفسه يعني اشترى نفسه بالحلال بالطاعة الربانية فأعتقها. والمال وقال عليه السلام لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ خزان الأموال وهم أحياء في نكبته، والعلماء باقون ما بقي وفاته، أعيانهم مفقودة، من أعطي أربعة وأمثالهم في لم يحرم أربعة موجودة، من أعطي الدعاء ها إنها هنا لعلما جمة، ومن أعطي التوبة لم يحرم ها إنها هنا لعلما جمة، ومن أعطي الاستغفار لو أصبت لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، لأبرزته شكر الله والحمد لله. ثم يستدرك تعليقا على ذلك عليه السلام قال الرضي فيقول وتصديق في ما تقدم هذه الأربع في كتاب الله تبارك وتعالى، أصبت لقنا غير مأمون عليه، وفي الاستغفار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله من يتلقى من يأخذ هذا العلم، قال ولكن لئن شكرتم لا يطبعه على أخلاقه التوبة، ولا قال سبحانه على تصرفاته، إنما التوبة على الله فهو الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم على عباده، وكان الله عليما حكيما. أصبت وقال عليه السلام هو الذي الصلاة قربان كل غير مأمون عليه، والحج شهاد كل ضعيف،
ولكل شيء مستعملا زكاة آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده، يعني يتفوق بهذه يعني حسن النعمة المعاشرة بالعلم الإلهي مع زوجها على في حفظ ماله وبحججه على أوليائه وسمعته، أو هذا الصنف الآخر الذي يأخذ العلم تبعه من دون أن وقال يكون عليه السلام له في جملة أو منقادا لحملة استنزل الرزق بصيرة له في أحنائه، من أيقن بالخلف يأخذ جاد بالعلم بالعطية ولكن لا تنزل بصيرة المعونة على قدر المؤونة، مجرد الكلام ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر لا بصيرة من له كان في مقتصدا حكيما، ينقضح في الشك في قلبه بالمال لأول عارض من شبهة، ما عال ألا لا ذا ولا ذاك، قلة العيال لا ينفع أحد لا اليسارين هذا ولا هذا، التودد الذي نصف تلقن العلم من دون الهم عمل نصف ولا الهرم الذي يأخذه ينزل من الصبر من على قدر المصيبة منه، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره، أو منهوما باللذة سلس القيادة كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، هو الذي يأخذ بالشهوات والذي يتولع ويتعلق بالمال العارفون المطيعون المال، أهل الإيمان أو منهوما باللذة يكون نومهم وفطرهم أفضل من صوم غير المتدينين الملتزمين بأحكام الله تبارك وتعالى، ليس من رعاة الدين في شيء، أي هؤلاء وإفطار لا ينفعهم وقال شيء عليه السلام من الدين، سوس إيمانكم بالصدقة حق الرعاية، وحصنوا أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، أي هؤلاء يشبهون الأنعام يشبهون البهائم ولا يشبهون العلماء بشيء، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، يعني إذا العالم لم يجد من يحمل هذا العلم فإن العلم يموت مع أهله. اللهم بلى، هنا يستدرك ليقول نعم هناك وإن كانوا قلة قليلة من يحملون العلم. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا وأين أولئك، يتساءل أين هؤلاء وكم هم وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون، أي يعتبرون لينا ما استوعره ما اعتبره خشنا المترفون أهل الترف، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف يا كميل إذا شئت. انتهى كلامه عليه السلام لكميل بن زياد. وفي جملة حكم قال عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه، وهذا إشارة إلى أن المرأة إذا تكلم يكشف عن حقيقة علمه وفهمه وحكمته، المرء مخبوء تحت لسانه. وقال عليه السلام: هلك امرؤ لم يعرف قدره. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام يسأله الموعظة، فقال عليه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة أي يؤخر التوبة،
ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر الناس بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت من أجله، أي يقيم على الذنوب، مع أنه هو يكره الموت من أجل الذنوب، ولكن بالرغم من ذلك يقيم عليها، ويقيم على ما يكره الموت من أجله. إن سقم ظل نادما، إن أصابه المرض رأيته نادما، وإن صح أمنا لاهيا، إن جاءته الصحة والعافية كان في الغرور وغرق في اللهو، وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. إن استغنى بطر وفتن، أي اغتر بالنعمة. إن استغنى أصبح غنيا بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل. إن عرضت له شهوة أسلف المعصية، أي قدم المعصية وسوف التوبة، أي أخره. وإن عرضته محنة انفرج عن شرائط الملة، يعني إن عرضت له مصيبة أو محنة بعد عن أسس الملة وعن شرائطها، وهي الثبات والصبر والرضا بقضاء الله وقدره والتسليم والاستعانة بالله تبارك وتعالى عندما تنزل المحن. وإن عرته محنة، إن نزلت به مصيبة، إن فرج تراجع عن شرائط الملة عن أسس الصبر التي دعا إليها الإسلام، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ الموعظة ولا يطعن، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل. مدل أي يستعلي على الناس ويتكبر على الناس، فهو بالقول بالكلام مدل متكبر، ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، ينافس فيما يفنى يعني في شؤون الدنيا، ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرمة والغرم مغنمة، الغنم هو الغنيمة والمغرم هو الغرامة، يرى الغنم الآخرة أرباح الآخرة مغرمة والغرم مغنمة، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد نفسه ويغوي غيره، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه، يعني يخشى الخلق فيعمل لغير الله تبارك وتعالى.
ولا يخاف الله فيضر العباد ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال الرضي معلقا: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر. وقال عليه السلام: لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة، أي لكل أمر عاقبة وأثر في الدنيا وفي الآخرة، إما حلوة وإما مر. وقال عليه السلام في جملة كلمات صغار: لكل مقبل إدبار، وما أدبر فكأن لم يكن. كل شيء سوف يأتي ثم يدبر، وما أدبر فكأنه لم يكن. وقال: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. وقال: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به وإثم الرضا به. وقال: استعصموا بالذمم في أوتادها، أي إذا أردتم أن تكتبوا العهود أو العقود فعليكم أن تستوثقوا بالرجال أهل الثقة والعدل. عليكم بطاعة من لا تعذرون في جهالته، عليكم بطاعة أهل الإيمان بحيث لا تعتذرون عند البراءة من عيب السقوط. وقال عليه السلام: قد بصرتم إن أبصرتم، يعني كشف لكم طريق الخير وطريق الشر، فإن كانت لكم أبصار فأبصروا. قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم، وأسمعتم إن استمعتم. عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من ملك استأثر، يعني من تسلط على الرعية بالمال والجاه استبد. من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. من كتم سره كانت الخيرة في يده، يعني الخيار له في أن يمضي أو أن يتراجع، في أن يظهر أو أن يبطن. من كتم سره كانت الخيرة في يده. الفقر الموت الأكبر. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده، بالتجديد عبده، أي اتخذه عبده، يعني من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد لذلك الإنسان. من قضى حقه، من لا يقضي حقه فقد عبده. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له، يعني المتسامح في حقه المتساهل لا يعاب، إنما يعاب من أخذ حق غيره ومن اعتدى على غيره، إنما يعاب من أخذ ما ليس له. الإعجاب يمنع من الازدياد، يعني من أعجب بنفسه واعتقد الكمال فيها لا يطلب الزيادة ولا تنفعه الزيادة. لماذا؟ لأن الذي يطلب الزيادة هو من يستشعر عدم الكمال، من يستشعر التقصير. أما المعجب بنفسه من يتخيل الكمال فلا يطلب الازدياد. الأمر قريب والاستحاب قليل، يعني أمر الآخرة قريب والاستحاب والسفر إلى الآخرة قليل، الاستحاب في الدنيا قصير الزمن. قد أضاء الصبح لذي عينين، يعني ظهر الحق
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. كم من أكلة تمنع أكلات، الناس أعداء ما جهل. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، من اطلع على وجوه الآراء على اختلافها فعندئذ يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين الخطأ. من أحد سنان الغضب، يعني من شحذ سنان الرمح، من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل، استطاع أن يتغلب على أهل الباطل وإن كانوا أقوياء، لأن غضبه كان لله تبارك وتعالى. إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه، يقصد إذا تخوفت من أمر فادخل فيه لا تخف، فإن الخوف منه والحذر أشد من مصيبة التردد والخوف التي تعيشها.